ومن شر النفاثات والعقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس من كل ناس لا الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وما رزقناهم ينفقون وهم لا يظلمون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وخادعون إلا أنفسهم مشرورون في قلوبهم مرض فزادهم مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتيكم الله بينهم ويقول لكم على شفاعتهم فالكافرون والظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده ولا هو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسهم ما تقولوا عظيم لله فيغفرن ما شاء ويعذب ما يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا قرآنك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذب بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يزور الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم عليه اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك ما سألك من النبي وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذك شر ما استعانك من النبي وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان ولك البناء ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين وسيدنا والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم صل صاب ما قرانا من كلامك الذي به هدية واسرة ورحمة نازلة وبركة نبية منزلة منا كلا روح ممن مصطفى رسولك صلى الله عليه وسلم خاصة وسمى الله فرقنا سيدنا علي المرتضى حضرت لك المولد بالفاطمة رضي الله عنها حسين بزر رضي الله عنه خاصة وسمى الله فرقنا سيدنا مرشدنا والسخرين أوصل عظمنا وسمان فرقنا رباني ما شرفان فرقنا جناني رمت الله خاصة اللهم اغفرني ولوالدي ولأخواتنا جميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات ارحم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات.
صلى الله عليه وسلم.